غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو السلام ونعم. الو الو السلام ونعم. سعادتك قصي ايميل. الو ايوه يا فندم. انا مش سامع حضرتك. بس يا ريت لو في امكانيه يعني بس تبعد شويه عن الصوت في عندك في ضوضاء بس بعدت شويه تسمعني كويس. كده افضل. صوت حضرتك بلبل جميل جدا يا نيافة سعادة القسم. لعلي سعادتك بخير يا فندم. اهلا بحضرتك. مين معايا؟ تعرف المصريين دمهم خفيف بقى. ما انت عارف حضرتك يعني مش جايبين ون... ابونا ايليا. لا مش ابونا ايليا. لا مش ابونا مين. لا حضرتك ما تعرفنيش بس قلنا ناخد بركة يعني ونتكلم معاك. يا رب يخليك يا رب يخليك. مين حضرتك؟ أنا اسمي أبو مريم. حضرتك حضرتك ما تعرفنيش شخصيا. حضرتك أنا من أمريكا وقلنا ناخد بركة يعني حضرتك دكتور بكلية اللاهوت بالقاهرة ففرصة يعني إن احنا ناخد بركة من حضرتك يعني. سعادة القس إيميل منصور كان في بس استفسار بسيط يعني لو تكرمت. طيب أنا بس هريحك. أنا هريحك عشان الدخلة دي. أنا هريحك. اتفضل. حضرتك اللي أنت عايزه أنا ما بحبش أعمله. يعني هريحك يعني انا ما بحبش اعمله. انا شايف الحاجات دي ملهاش فايده. انت دكتور انت انت بدرس. لا 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 حضرتك لا حضرتك انا الموضوع ده ملهاش فايده ومرهقه. لا انا مش فاضل الكلام ده. انت بتهرب. عندك عندك اي سؤال؟ عندك اي سؤال؟ ايوه الكتب موجوده تقراها براحتك. انت مش مكسوف ساعه القصه. خلاص ما انتش مكسوف. الكتب موجوده واقراها براحتك. مستعد دائما. مستعدين دائما. مستعدين دائما لمجاوبة كل مسألكم. فأعرفني اتصلت بيه قبل كده. اتفضل. أستاذ معاه بي اتش دي ان ديفينيتي. معاه دكتوراه في اللاهوت. بيدرس لاهوت في الكلية. في الكلية أستاذ لاهوت. شوف هرب ازاي. كان معانا لواء مباشرة الآن الدكتور القس أميل منصور دكتور بكلية اللاهوت بالقاهرة. الدكتور القس أميل منصور دكتور بكلية اللاهوت بالقاهرة في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا لضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها و...